أيها الإخوة، يختلفون أحيانا. كان هذا الاختلاف والخلاف لا يحملهم على أن يتنابذوا ولا أن ينبز بعضهم بعضا بلقب لا يحبه ولا يرتضي، لا، كانوا أفضل من ذلك. كالذي يحكى عن خلاف الإمام أحمد رضوان الله عليه مع علي بن المديني شيخ البخاري، من أجل شيوخ البخاري ومن أعظم علماء الدراية، وهو عالم رواية له كتب كثيرة جدا، لم يصل منها إلا الأقل أيها الإخوة في الدراية علم المصطلح، إمام موعب. علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه اختلف في الشهادة، اختلف في الشهادة فتعالت أصواتهما، يقول الراوي حتى خشينا أن يقع بينهما جفاء، تصير جفوة يعني يتصارمان، خشينا أن يتصارما يتقاطع يتدابر أن تقع بينهما جفوة. قال فلما انقضى الحديث أو المباحثة تقدم أحمد فأخذ بركابه دابة علي بن المديني تواضعا له، هذا إمام جليل كذا، بالعكس أنا أخدم أعتابك، يعني أخذ بركاب دابته. لكن ما هي مسألة الشهادة التي اختلف فيها الإمام أحمد والإمام ابن المديني، علمان من أعلام المسلمين عظيمان مشهوران جدا؟ مسألة الشهادة هي هل يشهد لأحد من أهل بدر أو لأهل بدر عموما بأنهم في الجنة؟ هل يشهد لأهل بيعة الرضوان بأنهم في الجنة؟ طبعا لو سألت الآن طويل بن عمي يقول لك نعم، وصح في الصحة، هذا عندك وعند أصحاب الصحاح. عند علي ابن المديني لم يصح حديث عن رسول الله في أن أهل بدر من أهل الجنة، وأن الله قال وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم إلى غيره. هذا لم يصح عند من؟ عند علي ابن المديني، ولا حرف منه، ولا صح حرف أيها الإخوة في أن أهل بيعة الرضوان في الجنة، وأنه لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر الجد ابن قيس. هذا عند أحمد صح، عند ابن المديني لم يصح لا هذا ولا هذا. وعلى فكرة ابن المديني ليس شيخا من شيوخ الرافضة يعني الشيعة أيها الإخوة، هو شيخ من شيوخ السنة وهو أستاذ أحمد، قال لك هذا لم يصح عندي، صح عندك خذ به، أنا لا يصح عندي هذا، ولذلك لا أشهد يقول ابن المديني لأحد من أهل بدر، يعني لا أقطع على غيبه أنه في الجنة. إن شاء الله في النهاية كل موحد هو في الجنة، لكن بسبق حساب وعذاب أو بغير سبق هذا لا يعلمه إلا الله، يقول هذا معنى ما قالت ابن المديني. واحد يقول لي غريب جدا، هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أحمد وابن المديني، نعم نعم، بين شيخ البخاري يعني وبين أحمد، لا زال العلماء يختلفون، لكن الجهل هو الذي ضيق الأعطان ونطاق التسامح. تطرح المسائل أنها قطعيات، مسائل قطعية نهائية كأنه نزل بها جبريل يعني أمامهم، لذلك يوالون ويعادون ويتباغضون على أساسها. خطأ، خطأ كبير جدا يا إخواني.